نموذج من النماذج المشرفة من حافظ القرآن الكريم في محافظة المنوفية أسماء السيد، حافظ القرآن الكريم في 5 سنوات تقريبا منذ بداية حفظها، ختمته قبل سنة. محافظ المنوفية لواء إبراهيم أبو ليمون كرمها وشكرها على حفظها القرآن الكريم في سن صغيرة. أسماء كمان قدرت إنها تختم القرآن كله في 255 دقيقة. أسماء كمان مشيت على نفس خطى والدتها اللي قررت إنها تكمل مسيرتها وتحقق اللي والدتها ما قدرتش تحققه بالكامل، وهي حفظ القرآن الكريم كاملا. نموذج من النماذج المشرفة بتتمنى إنها تخش كلية الطب. هنعرف قصتها، موجودين مع والدها، موجودين مع والدتها في منزلهم في مركز الشهداء. هنعرف قصة أسماء أكتر. ازيك أسماء، عاملة إيه؟ الحمد لله. ما شاء الله، يعني 255 دقيقة سمعت القرآن كله، ما تعطيش ولا دقيقة في النص؟ لا، كان الشيخ بيعمل لي استراحة. يعني أنا لما بدأت التسميع بدأت من الساعة 6:30 الصبح، ولغاية الساعة 8 كنت جبت من آل عمران للتوبة. خدنا فصل من 8 لـ8:30، من 8:30 لـ10:30 لـ5 جبت من يونس لفاطر، وفترة الدورية جبت من ياسين للناس، وختمت بالبقرة. بس مجمل الآيات، مجمل التلاوة أو التسميع اللي أنت سمعتيه للشيخ كان 255 دقيقة، صح كده؟ ده كله كان في يوم واحد. كلمينا بقى أكتر، عرفي السادة المشاهدين عنك أكتر يا أسماء كده. أنت طالبة في سنة كام؟ ونفسك تخش إيه في الكليات؟ و يعني كلمينا باستفاضة أكتر. أنا طالبة في صف الثاني الثانوي. حفظك للقرآن يسهل لك دخولك طب؟ طبعا إزاي بقى؟ هو أنا حتى لو دخلت ثانوي أنا مش هسيب المصحف، فهو طبعا هنعمله جزء برضه في كل يوم من وقتي. هو مش هياخد من وقت حاجة، وبالذات اللي أنا حفظته مش هياخد في تسميعه أو مراجعته وقت طويل بشكل الأول. مين اكتر حد شجعك يا اسماء في تلاوه ماما القران وحفظه؟ ماما ماما كانت حافظه بقى، وكان انت اللي خدت الرايه منها عشان تكملي حفظ القران. لا، هو انا بدأت احفظ، وبعدين هي حفظت 10 اجزاء. ان شاء الله هنكمل قراءة، نبدأ في القراءات بعد السنة بعد ما خلصي على كده نكون كمان اكدت شوية في المصحف، ويعني نخش في القراءات يعني تيجي معايا سهل ان شاء الله. إن شاء الله. مين أكتر عن أسماء وعن حفظها القرآن الكريم وساعدتها إزاي وكده؟ اسماء من وهي صغيرة هي ملتزمة، كانت بتحب القرآن، كانت طفلة يعني كانت طفلة هادية كده مع نفسها. يعني سبحان الله، كانت يعني تيجي من المدرسة ترمح على الصالة تدوق يا ماما. يعني حتى كانت لو متأخرة على الدرس كانت تصلي الأول. كنا يعني لاحظت فيها إن هي إيه، التزامها شديد من وهي صغيرة. فبدأت بوديتها الكتاب، بدأت تحفظ مع الشيخ شوية شوية. أنا اللي حبيت الحفظ أكتر منها، بدأت أتابعها شوية شوية برضو. إيه يعني إيه، بدأت تعتمد على نفسها. كنا بننام ونسيبها هي بتحفظ. يعني مثلا لو قدامها مسهب جاي او قدامها حاجه، كانت يعني كان نفتكر اعياد كتير، احنا كنا بنطلع ونسيبها لوحدها في البيت قاعده مع المصحف بـ6 ساعات والـ5 ساعات لوحدها. الشيخ قال لها سمعي ربع القران اول يوم، بعد كده تاني يوم ربع، المهم ايه سمعت القران كامل على ربع 4 ايام القرآن كل يوم. كل يوم بعد كده سمعته على يومين عليك ده كله بمتابعة مع الشيخ عليا انا. الكلام ده كان دوري انا بمتابعة مع الشيخ، غير تسميع الشيخ. الشيخ كان بيسمع لها نوبة الصبح ونوبة العصر، ده غير تسميعها معايا. حققت اللي نفسك كنت تحققيه لنفسك انت كمان. اكيد اكيد. بعد كده بدأنا عملنا ختمات متتالية مع بعض. بعد كده الشيخ رتب معاها ميعاد الختمة. نختم بقى مع والدتها، يعني اكيد فرحتك بيها بالدنيا. اكيد. يعني كلمنا بقى عن احساسك بعد ما هي ختمت القران، والناس كلها بتبارك لها وبتبارك لك في الشوارع كده وفي قريتك بعد حفظها القران. اكيد برضو زي ما قلنا فرحتك بقى بالدنيا كلها. طبعا اكيد، يعني حاجه كويسه، يعني ان هي عملتها، يعني ان حفظت القران في وقت يعني حلو مش وحش. يعني ربنا يسعد أسماء ويبارك لكم فيها إن شاء الله. يعني عايزين نختم معاك يا أسماء بقى بآية من القرآن كده، أو يعني ما تيسر يعني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما
من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا